بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن أخونا محمد هذا يبعث لي فيديو في حس متاع الموتور متاعه تاع بارتنر 1.92 ديزل، قال لي عاونوني شوفوا لي شنو الحس هذايا. تو كيما كي العادة باش نعملوا عليه يعني استفتاء، يعني كل حد يمشي يعطي رأي، وفي الأخر يعني بعد مدة معينة تو نحاولوا نجمعوا الآراء كلها ونعملوا يعني نشوفوا شكون الصحيح وشكون الغلط وشكون اللي ممكن أقرب وشكون اللي كذا، ونتعاونوا الناس كلها على هذا. وبالطريقة هذه نولوا نفهموا برشا حاجات اللي هما كما طلابنا وكما الطلبة كما بعض أصحاب السيارات، يمكن الميكانيسيانات يفهموا يعني كما بعض أصحاب السيارات يحب يفهم ساعات الحس اللي في سيارته شنو هو الصوت اللي في سيارته شنو هو باش يعرف شو باش يعمل، يمشي الميكانيسيان ينجم يدباني روحه يشوف. وتو باش نسمعكم الصوت.